مشاهدينا الكرام، للمزيد معنا الدكتور محمد الهندي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. أهلا بكم دكتور. بداية، الرئاسة الفلسطينية استنكرت تصريحات السفير الأمريكي واعتبرتها تدخلا سافرا بشأن الفلسطيني. كيف ستنعكس هذه المواقف على المشهد الفلسطيني؟ وهل وصلت مبادرات السلام إلى طريق مسدود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، التدخل الأمريكي في الشأن الفلسطيني ليس جديدا، وهو تدخل عميق، وأمريكا أيضا هددت بوقف المساعدات التي تقدم للصلحة الفلسطينية. الكل يعرف أن أمريكا وإسرائيل لن تترك الساحة الفلسطينية بدون أي ترتيبات، والعمل جاري منذ فترة طويلة لمرحلة ما بعد الرئيس محمود عباس. هذه مسألة أصبحت مسلمة، ولا يمكن أن يفكر أحد أن أمريكا وإسرائيل عندهم نزاهة ليتركوا القضية الفلسطينية للشعب الفلسطيني يختار ما يشاء. ولذلك التدخل موجود في كل الأوقات، وهو يزداد في هذه المرحلة التي تحاول فيها الولايات المتحدة مع إسرائيل فرض حل نهائي للقضية الفلسطينية، مستغلة الظروف الإقليمية التي يعني أنهكت المنطقة، والتي جعلت العرب يبتعدون عن القضية الفلسطينية في أحسن الحالات إن لم يكونوا يتآمروا من أجل إنهاء هذه القضية وتصفيتها. طيب، ولذلك الحذر مطلوب في كل الأحوال. ونحن كنا نتوقع من السلطة الفلسطينية، وقد وصلت طريق المفاوضات إلى أفق مسدود، وهذا الخيار الذي بدأ منذ أكثر من ربع قرن لا يعني لم يحقق الحقوق الدنيا التي دخل المفاوض الفلسطيني على أساس هذا الاتفاق، كنا نتوقع منها أن يعني تعود إلى الشعب الفلسطيني من أجل ترتيب البيت الفلسطيني وبناء استراتيجية وطنية تواجه العدو في المرحلة. دكتور محمد، ذكرت نقطة وهي المصالحة الفلسطينية. هل من انعكاسات على قضية التدخل الأمريكي بالسياسة الفلسطينية، هل سينعكس هذا الموضوع على قضية المصالحة؟ أن المصالحة مطلوبة اليوم. السلطة الفلسطينية الأفق لديها مسدود نهائيا، غزة محاصرة أيضا. هناك كان أجواء إيجابية وتفاؤل بعد اللقاءات التي حدثت في القاهرة، ولكن الغريب أن السلطة الفلسطينية حاولت أن تستغل أو أن توظف حادثة محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء الحمد الله من أجل التخلص والتخفف من المصالحة الفلسطينية. العكس هو صحيح. طيب، هناك عفوا المقاطعة، هناك الآن حديث عن وساطة مصرية جديدة للمصالحة الفلسطينية. ما السبب برأيك لتعرقل جهود المصالحة؟ يعني هل هناك إمكانية لنجاحها في المستقبل من جديد؟ يعني أولا، نحن نريد المصالحة أن تؤدي إلى توافق فلسطيني وبناء استراتيجية وطنية فلسطينية تواجه إسرائيل في المرحلة القادمة، وهذه مرحلة خطيرة جدا تستهدف تصفية القضية الفلسطينية. ولا نريد مصالحة أن تكون بداية لما يطلق عليه إعادة المفاوضات أو استئناف المسيرة السياسية، لأن المسيرة السياسية كانت مظلة لكل هذه الشرور التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وفي قلبها الانقسام الفلسطيني. الانقسام حدث على أساس هذه المسيرة السياسية، أو ما سمي زورا وبهتانا مسيرة سياسية. هذه المصالحة لا تخدم، لا نريد مصالحة لخدمة مسيرة سياسية من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وإنما مصالحة حقيقية من أجل صمود الشعب الفلسطيني، دعم صموده ودعم تمسكه بالثوابت الوطنية. طيب، هناك الآن انتقال طبعا مع حضرتك لموضوع ثاني، وهي قضية مسيرة العودة التي ستنطلق غدا. ما هي الرسالة التي يريد المقيمون على هذه المسيرة أن يوصلوها؟ أولا، هذه مسيرة سلمية، مسيرة يشارك فيها أبناء الشعب من كل الفئات، وهي تخرج تحت علم فلسطين، علم موحد، والفصائل والقوى الفلسطينية جميعا تشارك في هذه المسيرة، نساء، رجال، أطفال، شيوخ، الكل يشارك في هذه المسيرة من أجل أن نقول للعالم كله أن فلسطين، كل فلسطين أرضنا. نحن خرجنا من ديارنا ورحلنا وسخنت المجازر من أجل ترحيلنا عام 48. نحن لن نتخلى عن حقنا في العودة، وكل المبادرات التي تطرح لإلغاء حق العودة هذه مبادرات باطلة لا تمثل الشعب الفلسطيني. غدا إن شاء الله يخرج جموع الشعب الفلسطيني بكافة فئاته ودون أي تدخلات تنظيمية، الكل يخرج من أجل أن يقول فلسطين، كل فلسطين هي وطن للفلسطينيين. الدكتور محمد الهندي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، شكرا جزيلا لك.